واش الاخوان، السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. قبل ما نبداو الفيديو الخوت، بغيت نبارطاجي معكم واحد الشركه اللي كدير المنتجات الطبيعيه اللي سميتها اكزوتيك. هاد الشركه هادي مختصه في مواد التجميل الطبيعيه، واليوم الاخوان هاد الشركه هادي جابت لكم واحد لاغام اللي كتعالج المشكل ديال حب الشباب. فالناس اللي كيعانيو من المشكل ديال حب الشباب او الاثار ديالها، فهاد لاغام هادي كتقضي على المشاكل ديال حب الشباب الاخوان في الوجه. هاد لاغام هادي الاخوان تلقاو فيها اربعه ديال المنتجات اللي هما هادو. هاد المنتجات بربعه كل منتوج كيكمل الاخر. الا حسنتي الاستعمال ديال هاد المنتجات بربعه كتحصلوا على واحد النتيجه اللي واعره الخوت في ظرف 25 يوم على الاقل. وهاد المنتجات الاخوان راه سيختفي وبربعه بيعهم كلهم طبيعيين 100%. وباش تستافدوا من واحد العرض ديال 10% غادي تدخلوا لليان ديال اللي في الديسكريبسيون، زائد التوصيل مجاني لجميع المدن المغربيه. كومونديو الاخوان من اللين اللي كاين في الديسكريبسيون وغادي تحصلوا على ناقص 10% من الثمن الاجمالي. وشكرا لكم بزاف، يلا خليكم مع الفيديو. بيس. واش الاخوان، السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اش غادي نديرو فيه؟ غادي نتمشاو. المهم لا ديستيناسيون ديال اليوم خصنا ضروري نوصلوها اللي هي ايمين تانوج، 20 كيلومتر. 20 كيلومتر الاخوان خصنا نضربوها اليوم ماشيا، ودابا في الساعة 12 تقريبا الاخوان. يا ربي تسلكها ويا ربي تخوي فيها الماء بارد. وتبارك الله عليكم، الله يحفظكم. الخشونه صاحبي، السلوك الناس حتى لهنا بالضبط. والله العظيم الا غا على هذا الشيء ما بديش ديروا في الفلوق الخوذه كيدير. لا 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 بالعكس، هذا الشيء عنده في السطوريات. لا 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 بالعكس بالعكس. يا البوط ديال الحمايه هذيك لما وصلني عندك الحمير راه مشاو. وصلني وصلني الحمايه هذيك، ولكن هنا صاحبي اش هذا الشيء؟ لا غنوجدوا لك البلاصه جميل. اوه صافي ما كاينشوف هذو الجدوال، وعاد اش غادير؟ هذه غنتخش انايا. سير سير يلا تتغرم. وفي راسك اصاحبي راه توحش الطوموبيل. واش شحال هادي مركبش الطوموبيل؟ عرفتي شحال هادي مركبش الطوموبيل؟ سير. والله العظيم الا يا سلام الاخوان. شوف فوتهم فوتهم، سير تاع هذيك البلاكه. سير اودي الحمايه هذيك اودي السي يوسف، وتحيه لكاع الناس اللي كيتفرجوا فينا في جميع انحاء المغرب. تبارك الله عليك اودي اخويا، الله يحفظك. وعرفتي دابا هاد الركبه هادي واخا معكشه واجهتني حلوه، حيت كنضرب الكيلومترات كتمشى صاحبي جوج في الثانيه. بارك بارك غير هنا الحمايه. وعدك اللي في الوالد مو بالله، الله يحمر يديك. والدراري شحال غادي يضربوا بالطريق طرنطن. الله يحفظك اودي الحاج، تبارك الله عليك. شحال زوينه الخوت، دابا غادي نمشي شي ظليله وغادي نتسناهم العام سيدي تاعي يوصلوا. وماك باقيين تما، اللهم ارتاح لي مع راساتك. ديما الانسان خصو يرتاح، يوفر الطاقه ديالو، يوفر الطاقه، والحمير خليهم يتمشاو ماشي مشكل. اللهم صل على المصطفى. الا زيده حبيبنا محمد علي برك تشوفها حمارك صاحبي. اللهم صل على، اش كتشوف انت؟ على المصطفى. قلت لكم جروا الحمير ابو عاد. مقلقين عليا الدراري، وراه 100 متر اللي ضرب بهذاك خونا. الاخوان عاد بدينا كنقربوا ليمين تانوت الحمد لله، وكيف ما كتعرفوا الطريق ديال ليمين تانوت العاديه راه عامره طلع يهبط ياك ام عاد. وهذا ظل هذوك اللي شفتهم الماء تحت الرجل الحبوب تحت الرجل، هو كيتمشى مسكين المشيه ديال البالي. واه كلشي على هذه اللعيبه هذه. هذا سميتو التيربو ديال الحمار. شوفوا شوفوا واحد الحاجه اللي خايبه في هذا التيربو نقولها لكم من بعد. ما كيجريوش اليوم. واحد القضيه الاخوان اللي خايبه في هذا البنادم هو انك كتخلعهم بها، فهمتي؟ يقدر يخرجوا لك على الطريق وداك الشيء نون فاليدي، هذه ما خدامهش. شوفوا شي طريقه اخرى، اذا كانت شي طريقه الاخوان قولوها لنا في الكومنتير. حنا في الطريق ديالنا لايمين تانوت كيف ما قلت لكم، وقف علينا هذا السيد سميتو الياس، تبارك الله عليك الضبا الياس. وين اللي صيفطوا لي بعدا معاك ضرني رجلي؟ شوف ما تقولش لي هذيك الهضره ديال والو خويا الياس، الله يرحم ليك والدي ما تحلي. يا مرحبا. اجي واش قلنا غنكملوا التريب؟ غنكملوا التريب. السد السد ديال الماء تحت رجلي صاحبكم بعدا في ماشي مشكل. هذاك شوف هذاك راه فيه واحد الجن كيبغي غير يتمشى. بايلياس كيدير حتى هو تريبات، حيت ديجا هو داز علينا ورجعتي درتي دوميتور. درت دوميتور باش يتعرف علينا، عرفنا على راسين حتى هو وكيدير تريبات بالكارافان. تبارك الله عليك اخويا، واش درتي شي تريبات مزيانين زعما؟ درتهم ان شاء الله، تبعوني ان شاء الله على الياس كارافان. الياس كارافان وجابك نيت الله تلحق له لذاك السيد. يلا يلا ليتس جو. حلا ودا السي الياس واي كيدير حلا. هو يلا موعد، هبط هبط موعد. وهبط هو سير اخويا الزيد وسير راه كان زيتنا ولا عقلنا. انت مريض والمو هذا بطا صاحبي الله يرحم ليك والدي، راه كنعصب فيا ابو عاد. اش بان لك يمشي معاه في الطوموبيل؟ وهو يا حساب وحتى انا غادي نمشي بخا بوحدي. كون ما واكل حتى ابو عاد تفرج ليها خليها. اش هو ابو عاد تفرج ليه؟ راه حتى انا ابو عاد تفرج ليها صاحبي. الا يسحل فيها بلاتي بلاتي. ها شوف 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 شوفوا الاخوان وراه فلوكه. شوف 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 بطا صاحبي هبط. ها هو راه عنده قنبوله. واش قنبوله هذه ولا ماشي قنبوله؟ واه هبط هو ما بقيتش كنشوف فين هو الباب. شوف 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 غير شوف غير شوف. يلاه هاك قيسة قيسة
كيصاوب بطونة غادي نبروكي مك في لي زابيل في الواتساب الاخوان. دابا وصلنا لواحد السقايه هنايا الاخوان كيف ما كتشوفوا غادي نشربوا فيها وغادي نشربوا البهيمات ديالنا. اوه الماء ديال العين هذا البوشه ما ديال العين هي دابا الا شربوا الحمير ما غيوقفوا يا مسكين انت. لا انت لا امسكرو انت امسكرو ضرب فيها باغيين ياكلوا هذو يا مسكين. خلاو الماكله تالي من دانوت خلي الماكله صعيبه تالي من دانوت هاك هادو ما فيهمش غاتش فيهم الشعال. وصلنا دابا لمركز جماعة عين تا الزيتون راه هذيك هي اللي كتبان لكم من بعيد فغادي نمشيو الاخوان نوصلوا غادي غير نرتاحوا شي شويه. من مركز جماعة تا الزيتون تا الاخوان حتى لإيمين تانوت كاينة تقريبا 10 كيلومتر غادي نستريحوا باش نضربوا ديك 10 كيلومتر كرجع ان شاء الله. الاخوان تلاقينا مع واحد الكوب اللي زوين الاخوان ظريفين تبارك الله عليهم كاد الله زوينين والله العظيم الا بحال السبنه على العسل. عطينا شي كلمه تشجيعيه بالنسبه لنا حنا اش كتقول لنا؟ عطينا شوف بغينا شي شحنه اللي تزيد ان شاء الله نكملوا من مراكش حتى كازا باقي. بالفعل التقينا صباح هذا اليوم اما صباح على الساعه الثانيه زوال هذا زوالا مع الاخ حسام وخالد نعم والكتكوت وبوبيز بوبيز اللطيف اللطيف كتكوت وكتكوت وهذا اسمه الفريدو 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 كتكوت. لا زالت لديه متى زوجة الفريدو ما اسمها؟ غوادالوبي غوادالوبي تخصه غوادالوبي يعني. التقينا في هذا الملتقى بين مدينة مراكش وأكادير سيذهبان إلى مراكش إن شاء الله. أعجبت كثيرا بهذا السفر يشرفني ذلك من هاد الشباب الذين يعرفون المغرب على كتر حجرة حجرة شجرة بشجرة يعيشون في الخلاء ويعيدون ما عاش أجدادنا مشيا على الأقدام أو على ظهور الحمير. نعم. أتمنى أن ألتقي بهم مرة أخرى إن شاء الله. ولماذا لا؟ إن شاء الله التعرف عليهم بأكثر نعم. وعلى قرب. شكرا لك جزيلا الأخ خالد مثل اسمي. ومذامك ما اسمها؟ أنا لا أنا أعرف الفرنسيسة. لا لا مش بعرف فرنسي. مش في سيغولين. ولا شي في لابل رنكونتر دو حسام خالد. تبارك الله عليك شكرا ميرسي ميرسي داكشي اللي كنعرف انا فرونسي راه والو زيد لي كواطرو ود اخويا ميرسي بوكو الله يحفظكم تبارك الله عليكم شكرا لكم بزاف. اقسم بالله الا بقات لينا 10 دراهم انا وحسام 10 اقسم بالله 10 دراهم عرفتي سبحان الله العظيم جاب لنا الله واحد السيد ها هو راه عنده يفول الحسن قال لنا هذا هو كتكون سير ودي هكا ودي ربي هذوما اللي غادي في مكان شوفو شي بقيله مليحه هذه يا سلام سير الله يرحم ليك الوالدين بارك الله فيك تبارك الله عليك ها هو الغدا الاخوان تبارك الله عليك سير الله يحفظك ليا ما كاين نهار كيكيعو انا قادير الله يحفظك ليا تبارك الله الاخوان كنبغيو نقولوا شكرا بزاف لهاد الناس اللي كاينين في جماعه عين تا الزيتون اسراتو والله العظيم الا طيبوا لنا ذوك ربعه البيضات اللي عطانا ذاك السيد الواحد والله الا طيبوا لنا بخمسه دراهم ما كاين اللي يطيب لك البيض هكا سبحان الله العظيم هز الهم المغلى جا هذا سبحان الله العظيم ولكن ها شوف شحال بقات لي الاخوان بقات لي سيدي 60 ريال نشد بها واحد في الودني خرجنا بالفلوس ولكن تسلاو لينا كنت زعما كنا وين مشيت لي تونتيري ساعه تسلاو لينا في الطريق ياك سال يلا الله يحفظك ود اخويا تبارك الله عليكم الناس ديالها ما تنوو سراتو تبارك الله عليكم دابا الاخوان شوف راه بقات 10 كيلومتر من اسراتو لميتانوس وهذا طاحت عليه واحد الفكره ما عرفتش ديال الافكار ملي كيجي ملي كيجي والله هي بقات لي 60 ريال والله الا هي اللي شاد باقي باش تجيها في الويكي شوف شوف اللي يربح في الباب يفوز اها اش الطاكسي وهيتبع يتبع مو هذا لميتانوس اييه واللي خسر يجر الحمير راه انا ما كنعرفش اللعبه صاحبي هذا الشيء هذا لا تختار واحد كيعرف الباب يفوز اختار واحد سربي سربي يلعب معاك في الماتش لا لعبوا انا وياك اصاحبي لعبوا انا وياك يلا سير صافي كتحمل المسؤوليه راك تحملها اجي يا اما دابا الا خسرت انا واش نمشي 10 كيلومتر انا 10 كيلومتر اش اه دور على ماكي ماكي وشوف يا بطل ما كنعرفش لهادشي واش شحال البيت على شحال البيت على سبعة صاحبي اي ايوا 10 كيلومتر يا خويا اخوان شريش اي اي اوه 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 ا
2-0 اي وريك انت. لا لا ما كتعرف ما كتعرف ما كتعرف اقسم بالله ما كتعرف. عاود ما في 2-0 ياك غير خصني نربح انا فدوك الجوج. انا ما كاينش الخفيل خاصو يتسناك حتى تشد. والله الا باركيت الله. جوج لواحد دابا. جوج لواحد الاخوان 10 ما كاينش. اوكي ماشي 3 لواحد. وسير الله يسهل عليك. شوف سير الله ينعل. رد ليهم البال. اش غتقول لي انا رد ليهم؟ شوف يطيح ليا شي شواري. راه الشواري كيهزو جوج د الناس. الله يزيد يلا ديال الدراري الصغار. وانا كون هكا كنعرف داك الشيء. على مولانا حق ربي. لا حشومه عليك حسام. وحسام وحسام خوت اقسم اجي هذا استحلى هذا الخوت. كان ندير دابا انا مع ثلاثه الحمير دابا اجي مسالي مسالي يلا معايا دابا صافي قيدي ليها واحد الحمار وانا ضواسي تقرا قال له الله يحفظك عز اخوان الله يحفظك عليا كلشي بخير. عاد عاد بديت الخوت كنتمشى دابا راه شوف راه دابا راه ربطت واحد مورا واحد باش يلاه الاخوان شي واحد ما يهربش ليا. والمشكله الخوت فين كاينه؟ المشكله هي الا جاب الله طاح ليا شي شواري ما كاينش اللي يعاونني باش نهزو. هذا هو المشكله الاخوان. انتم الاخوان كيف ما كتشوفوا راه تبان لكم واحد اللعيبه هنايا الاخوان. هذيك الاخوان راه كانت تحبس شحال هذه راه عاودين عليها واحد السيد دابا تيجاد فيروات يا يلي صاحب زيتين ابد اللي حبسها تتاكد قال لك اودي الحبس هو الصور ديالو كيف ما كتشوفوا الاخوان. اي واشنو كان فيها باقي؟ باقي سميتو باقي البيوت وكلشي فيها البيوت كانوا فيها باقي الخزين. الخزين حتى هو. فكيف ما كتبان لكم الاخوان هذه البلاصه هذه راه مهجوره. وقال لنا ودي راه فيها الطريق راه كاين الطريق ليها ولكن الاخوان ما عندهمش كيفاش نديرو. طاحت عليا واحد الفكره مزيانه دابا حسام يقدر يكون وصل لمين تانوت. وديجا السيد دابا فسولت شحال تقريبا باقى من هنا لمين تانوت؟ 5 كيلومتر. وطاحت عليا واحد الفكره مادام انه كاين على بعد 5 كيلومتر الاخوان يجي لعندي ونمشيو نطلعوا لديك البلاصه باش نوريها لكم على كتب. راه كانت حبس وكانت بيت الخزين وكانوا فيها شي بيوت وراه كتبان ليا قديمه وخاليه الاخوان. فغادي نعيط ليه باش ضروري خصو يجي باش نكتشفوا. حيت حنايا دابا اصلا ضربنا هذه الطريقه هذه باش نوريكم بلايص اللي ما شفتوهمش اللي كتشوفوهم عن بعد يعني ما كتقدروش توصلوا لهم. فالاخوان حنا دابا غادي نمشيو لديك البلاصه وغادي نوريكم داك البلان كي غادي يكون فينا هو الرانغو. فينا هو وصل لي والله ماشي من جانو صاحبي ربي بصح اجي انت عزيز عليك داكشي ديال الاثارات وداكشي القديم. ايه اقسم بالله ودا حسام الا غتشوف هذا البلان هذا اللي شتي دابا يتتبوس لي الراس ديالي خصك ترجع لعندي بالرجوله. واش هو انت فري دا شاهد انا الاثارات بالحجاج والله العظيم يعجبك ودا حسام. شوف شوف صور لي اش هو غنصور لك واش هو انت وانا خصك تمشي تكتشفوا صاحبي. راه قال لي السيد راه 5 كيلومتر باش بعيد عليا دابا نتايا. شد شد شي خطاف شد شي خطاف شد شي خطاف ياك فهمتي وجي على حسابي اقسم بالله تعجبك. راه حتى موعد غادي يعجبو هذا البلان هذا ولكن راه مضروب في رجلي والله يا سيدي ما كنضحك عليك بالله. يلا اجي واقسم بالله الا بلان واعر. يلا يلا والله ما نزعت عليك واش هو انت مريض فراسك صاحبي. والسلام عليكم الحكيم عاوتاني. يلا حيد يلا انا كنتسناك هنا صاحبي ما تعطلش عليا. غادي نتسنى حسام دابا واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق. ديجا هو راه ما بعيدش عليا بزاف كيف ما قلت لكم راه بعيد عليا دابا 5 كيلومتر. اي خطف غادي يجي وغادي يهزو. اش بان لك؟ قيلا داك الشيء مسكون كيبان. واش بلان ولا ماشي بلان؟ نسيم بلي اللي كيعجبني انا بحال هادشي هو راه داكشي علاش عيطت عليك قلت لي كنضحك عليك ولا شي حاجه دابا راه عليك الله ولكن اسمح لي راه ترجلت معاك ما ضحكت عليك ما والو هادشي كيعجبني
يلا سير سير سير. يا قصيتي بس خذ الوالدين بعداك. ولا صاحبي مشي قال قلب على مواد قال لي مشى اللوطيل. بالله. معايا يلا يلا بيت مشي عند اللوطيل تصوير قلت لي يلا اطار ما اطار قلت لمواد يلا مشوا نشوفوا المآثر قال لي سير اول. انتوما الاخوان عاد بدينا على بركة الله. تفو ديك النقزة ما نقدرش نديرها. زيد وزيد. راه الشوك عندي يا صاحبي في التحت. شتك فين شتك. هز ارضيه واش هو نضري وكتبان سهله ولكن صعيبه ولكن راه بدينا كنقربوا ليها ياك شتيها وحتى السبر ديال صاحبي ما بقاش عندي بلاصته ولا يو كطول الطريق صاحبي حبيرا اخوان خلي لهم هكاك في امان الله هانتوما الاخوان غاديين كنقربوا ليها واو اي بعدنا على الطور اخوتي احنا نخربوا ليها وغادي نوريكم الاخوان شنو فيها من الداخل بعدا البني ديالها كيبان قديم البني باش تبنى هذاك هو هذا الحجر هذا يعني باش تبنى هذا الحيط هذا ولا هذا ما عرف شنو هذه كتسمى القلعه هذه تبنات بهذا الحجر داك الشيء علاش باقا واقف لحد الان شو 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 واو واو الديكوراسيون كي دايره يا سلام شوفوا الاخوان شوفوا ولكن كلشي على هذا المنظر البانوراميك كتبان لك الطريق غادي حتى لهنا واو شوف 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 المعمار ديال الناس القدام المهم خدام نقولوا بسم الله واو اويا ارضينا غوتي ما نتسطيت واقيلا تردم شوفوا الاخوان شوفوا سبحان الله العظيم واو شو واحد السريه قداش هنا يلاه الله يبارك يا سلام ها انتم الاخوان راه باقي كاين تما البيوت باقي شحال من حاجه انا بغيت نعرف علاش جبتي داك البيل واش حاب لي واش تدير كندخلوا من الشرج من الدار ها انتم الاخوان كيف ما كتشوفوا الداخل ديال هاد القلعه هكا دايره وبطبيعه الحال الاخوان هاد البلاصه اللي كتبان لكم عامره بالتراب والحجر راه غير الفوق اللي يكون راب ومع الشتاء وداك الشيء راه تحجر داك الشيء كيف ما كتشوفوا ليه شوف ايه كبير هذا الشيء مسكين والله الا كبير شوف شوف واو اجا واش شوف ديك السده اللي تحت شنو فيها ليه 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 بان لي ليه وانا بان لي هابيت هذه هذيك هابيت الاخوان اجا ونشوفوا المعقول الله يضربنا يا مسكين شي عقرب هنا ولا شي شي رفعه واه واش القبصه باش كانوا كيبني ولا شنو الشيء هذا اوه خلي داك الشيء اصبر شوف واش القابس ولا يا صاحبي شو 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 دير بحال الكلس دير بحال الكلس عاد داك والله الا قديم بالله وباقي صحيح شوف اوه خليه ما غنخليها صاحبي واش ندمر ولا واش ندير ماشي حنش صاحبي واو شوف سبحان الله العظيم اي والله الا فيه بيضه بالله والله ضرب ضرب البير باش يشوفوا البيضه كي دايره وزرقاء الاخوه البيضه زرقاء فين هي والله الا زرقاء بالله شوف شنو غو بروف شنو غو بروف شنو انتم الاخوه كيف ما كتشوفوها كتبان اه تكون كتبان بيضه زرقاء والله الا زرقاء ما عرفت كاع اش من طير هذا دخل عندنا الاخوان ياك شوف الخوت خصنا نربطو الدعوه سمعنا توكلوا على الله توكلوا على الله والله يا سيدي نصوم والله نصوم زين ايكيب يلا سير رفض انت الاول بسم الله انت الاول هالي ريبي الشعر الا طحت عليك شي حجره السلام عليكم مشيت هي شو باقي على الحجر باش نبنيها شتي الحجر بسم الله بسم الله سير 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 واو 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 جبل يا خويا جبل تبارك الله ردوه بيوتها هذه بيت وحده ونزل اصاحبي نزل وين كيفاش نطلعوا غادي غنزلو ديك الساعه انا غادي نمد ليك يدي ونطلع سير عندك تشدينا وي شي واحد كاتب تما السميات سكيريا كيكون هنا ود حمسه واش هو تشوف اجا جيت تشوف اجي تشوف عندهم الخوت شوفوا شوفوا اش هو كيدما شي انتما الخوت شي كنز تجبد في هاد البلاصه هادي واش هي العزيمه ياسكي كانت تما ويا وشي علامات في الحيطه صاحبي ها وعزموا عليها يا مسكي المهم الخوت اللي كيفهموا في هاد الشيء يصلحوا لينا شنو هو جوج خطرات انا وحسام بالله الخوت سمعنا النفار ولكن شوف بلادي وبلادي وبلادي انت اللي قلت بلادي يلا سير سير انا بلاتي سمعت ديك الترنننن انا سمعتها ما نكتبوش خلي نجي واش سمعتي شي حاجه قال لي لا وفعلا يا اخوان راه النفار تسمع قريب وما كاين حتى حداناش حتى شي دار بلادي اكبر اقرب دار اخوان كيف ما كتشوفوها راه هي هذيك خلي قال لي لا باش انسي داك الشيء وهي تسمع مره ثانيه ريحنا شويه وسمعناها عاوتاني الحجار قسم بالله الخوت الا سمعنا النفار ولكن الاخوان شوف داك ديال داك العواد
بحال العواد داكشي يقول طنانانان. المهم داكشي الاخوان بلا ما تمشيو غلطين يقدر يتخيل لنا ولا شي واحد داك الجبال ولا النفار. المهم النفار سمعناه جوج خطره سمعناه غير الله يخليها. اجي دابا راه بدا الغرب خصنا نمشيو في حالتنا. والو ما يضيع الدراري ديال ايميتانو التحيه لكم الله يحفظكم. ديال تيوري حتى هما مخلطين ايميتانوت وتيوري. قول لي اش بقى تاع ايميتانوت؟ 5 ولا 6 واش صاحبي انت بريد ولا ماك نص الصباح وانا كنسمع 6 كيلومتر ورقصه يا ربي راه ما كتمشى وراه ماشي واقفين شحال تقريبا شحال بالضبط؟ 3 ايوا قول هكا قال تبارك عليكم الدراري هاكولي يحفظ ربي. صافي وصلت للفان ديالي وحق ربي الى اللفان عرفتي رجليا عرفتي هاد الموليه هادي كنحس بها كتقطع الاخوان اقسم بالله الا كتشرب. اي 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 اش هو كدير؟ باش داك الشاش كدير صافي بلا كدير باش نمشيو نلقاو الحل لهاد الفرقه هادي. شوف هذا راه نوريك ديالي راه تخلع اقسم بالله الا هادي راه في شكل عاد الله يهديك هادي راه في شكل ما باتش ترتق درت ليها الساروت درت ليها الفنيته ودير ليها صاحبي داك الشاش كيقول ليها شوف من ديك الساعات الشمس وحق ربي الا عرفتي راه الموليه ديالي كتقطع اقسم بالله من تاني تستقبلوني الناس ومشيت للوطيل هاي الساروت ديال الغرفه دابا نخنع عليك بالله حفيظ واش الساروت ديال الوطيل كتكون بحال هكا اقسم بالله الا موطيل هذا راه زريبه ديال الحمام هذا كيخدم فيه لا ما لا والو يا ربي بصح ودي الله يهديك الله يعاون الشريف الله يعاون الشريف غادي يربي وتبارك الله على الدراري ولقينا الحلبه باش نوصلوا مراكش. يا سلام هذا الموتور والحمير ديالنا مزرورين سير على الله. اهلا وحسام واش دابا هذا هو الحلف نظرك ياك؟ وهبطوا وهبطوا جر الحمار ديالك وقول لك الحمار يعطي الموتور للسيد. تحيه بعدا الدراري ديالي ميدانو تبارك الله عليكم. اخوان انتوما كيف ما كتشوفوا راه وصلنا دابا للاسطبل ديال الحمير ديالنا. ايه دابا بحال لوطيل 5 ايطوار. الفندق الفندق ديالهم. اه واش كتكون هذا ولا شنو؟ لا هذا جيرارد. جيرارد هكاك ها واحد ها جوج ها ثلاثة. اجي عندك تجراو لينا اياها. بوبيس ربطوا ربطوا دابا باش نعلموا الحمير. ايوا واش انت هو مول هذا الشيء هذا؟ خويا شوف الله يرحم والديك. ربطوا ربطوا معاك بوبيز واحد السلالة نادرة ديال نادرة بيديغري. انا دازوا عليا 100 مليون ديال ياك لا ما تقول لي ولكن دابا باش كتعرف الحمار من الحمير شوف كيدا يدير شوف شتي شتي كاين شي حمار كيدير هكا شنو هي الديستيناسيون ديال الغدا الاخوان غدا الخوت غنمشيو للجاد للجاد ان شاء الله صافي شي 20 كيلومتر هذيك 25 و20 اصاحبي واش تما واش انا اللي شاد الجي بي اس عبد الله يهديك اصاحبي نضربو 15 ونبلسو معاد معاد ما غاديش نوصلو لمراكش بهكا كان معاد الله يرحم ليك بوالدين غدا عندنا 25 كيلومتر الحمير عطيناهم الزرع الدبن كلشي جميع المستلزمات مرتاحين باش نضربو 25 كيلومتر ويا ربي نفيقكم على 6 الصباح يا ربي فالاخوان هادشي كله غادي تشوفوه فالاخوان هادشي ان شاء الله غادي تشوفوه في الفلوج الجاي قطع ضيش فالاخوان هادشي غادي تشوفوه في الفلوج الجاي ونتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم وما تنساوش سيبور الاخوان وبيس اه ماشي هكا زعما ديزلايك زعما هبطوا ديروا لايك ما كاين هاد التكريبين ار دي بي الضرب